شعوري بيبقى ممتع جدا وانا بعمل اي حاجه لبلدي، يعني ببقى مبسوط وانا بعملها. يعني لو هنقول له كمل جميلك، بحس ان انا بحاول ارد جميل البلد دي اللي هو يعني اللي انا خدت كل الخير ده منها. فطبعا مبسوط، واتمنى يا رب ان مش انا بس، ناس كتيره جدا تدعم الفريق السيسي. الفريق السيسي عمل حاجه ما كناش نحلم بيها. ناس كتيره هتقول لك حكم العسكر ومش حكم العسكر، احنا محتاجين حد النهارده بيخاف على البلد وبيحبها، حد نظامي يقدر يظبط لنا الدنيا. في رئيس الدوله القادم المواصفات اللي احنا بندور عليها كلنا، اللي مش لاقيها في حد، مش لاقيها. يعني يمكن كنا بنتكلم كلنا بنقول مين يا جماعه مجهز او مؤهل يبقى رئيس جمهوريه. الفريق عبد الفتاح السيسي بعيدا عن الكاريزما عنده ولاء، يعني عنده اخلاص. الفريق عبد الفتاح السيسي خلى العالم كله ينظر لنا نظره تانية. يمكن كمان القياده الامريكيه اللي كانوا بيستهتروا وبيستعينوا بينا، الاتحاد الاوروبي اللي كانوا بيستعينوا بينا، كل النهارده بقت ناس بتعمل لنا حساب. شافوا مصر بشكل تاني، شافوا الراجل اللي ما بيخافش من ولا واحد فيهم وبيرفض يكلمه على التليفون وبيرفض يرد على التليفون وبيرفض يقابله. شافونا احنا بجد ان احنا بلد من اقوى ما يمكن في الشرق الاوسط، احنا عصب الشرق الاوسط، واحنا نفسنا ما كناش حاسين بده. شوية بس لسه طبعا، لا لسه محتاجة وقت عشان تستعيد قوتها تاني. انا لسه كنت اقول لك شرم الشيخ مش هتستعيد تاني قوتها ومجدها الا لما تستعيد امنها. واعتقد انا شايف ان احنا ماشيين على خطة كويسة، يعني في خطاوي كويسة. يعني يمكن النهاردة العرب بدو سينان جايين يشاركوا النهارده في حمله زي كده، معناها ان شرم الشيخ مش بس السياحه، ولكن اهل شرم الشيخ نفسهم. بس كلنا لما بنتجمع ونتلم مع بعض الامور بتفرق خالص. والله انا ما اقدرش استنتج او اتوقع. حمله تمرد انا ما كنتش متخيل انها تعمل كده. نزولنا الشارع يوم 30 يونيو ما كنتش متخيل انه يكون بالكم ده. انا رد فعل القوات المسلحه والفريق السيسي على نزلتنا يوم 30 ما كنتش متوقعها. يعني لما قعدنا نقوله هيتكلم هيخطب هيقول كلمه واقفين في الميدان كلنا هنموت نسمع. واول ما اتقالت الكلمه انت لن تتخيل فرح بلدي في الشارع. ناس متسعد دولة ينادي بالتجمع من خلال شاشة التلفزيون وينزل أكتر من 30 واحد. هو لهم ادعموني عشان يعني عشان أقدر أدافع عنكم، علشان الناس بره بتقول لا مش من حقك. لا من حقه. لما عايز أقول له سيادة الفريق، إحنا شعب مصر وأنت واحد من شعب مصر، واحد مننا، واللي عملته النهارده دي يعني دي حاجة إحنا كلنا بنفخر بيها. انت دخلت الفرحه جوه قلوبنا كلنا، بدانا نطمئن على اولادنا وعلى حياتنا. الناس اللي كانت عندها حاله اكتئاب وحاله خوف وكانت بتفكر تهاجر كلها ورجعت في كلامها. انا شفت رد فعل الموقف ده بره مصر، لان بعد 30 يونيو بحوالي بايام سافرت، قعدت 40 يوم بره مصر، شفت رد فعل الناس، والناس كانت بتتكلم ازاي، انتوا عملتوا ايه، والناس كلها كانت مبهوره باللي احنا عاملينه. فأنا بشكره وبتمنى أنه يكمل مشواره ويكمل جميله ويستمر، وكلنا إيدينا في إيدين بعض ناخد البلد وننهض.